بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طلاب الغاليين أهلا بكم. إن شاء الله رب العالمين، حرب الثانوية العامة هي آخر 3 شهور دول. رسالتي لعم الحاج اللي مأنتخ من أول السنة، والله العظيم لو صحيت وربنا هداك وتوبت وأعلنت توبتك كده، بس توبة نصوحة يعني، هتوصل إن شاء الله. لو سيادتك ما فتحتش كتاب من أول السنة ونويت خير كده وبدأت النهاردة، أوعدك إنك هتوصل، ودي وفقا لنماذج كتير أنا مريت بيها قبل كده. طلبة كتير جدا بيبدأوا في آخر شوية دول يعني، وتلاقيه اشتغل بسم الله الرحمن الرحيم كده وسمى وبدأ، وربنا سبحانه وتعالى بيوصله. العبرة مش بإنك بادئ بدري، العبرة إنك أنت تكون بادئ صح. ابدأ صح كده وربنا يهديك، وابدأ ذاكر. نصيحتي ليك بقى عامة كده، هفتي في كل المواد يعني. فلو أنت بتذاكر الفيزياء مثلا، حضرتك ما ينفعش تجيب كتاب الفيزياء وتفضل طول النهار تقرأ في النظريات وتحفظ في النظريات وتصم فيها. الامتحان يا حبيبي مش هيجي يقول لك سمعني نظرية معرفش مين كده، الامتحان هيجيب لك سؤال يشوفك أنت فاهم ولا لأ. فالموضوع الفهم ده، وانك تفهم توصل للفهم المطلق ده، عمره ما هيحصل لحضرتك غير لما تكون بتحل اسئله كتير. السؤال التاني اللي دايما بساله، يا مستر احل من كتاب واحد ولا اتنين؟ خدها قاعده عندك كده، اولا ذاكر من شرح المستر اللي انت شغال معاه طول السنه، لازم المدرس اللي كان بيشرح لك ده تذاكر شرحه. طيب الحاجه التانيه، احل منين؟ لا احل من كتب كتير قوي، لازم يعني نوع. في خطأ معظمنا بيقع فيه، يشتري 5 كتب يا عيني من نفس المادة، ويحل الباب الأول في الكتاب ده، وبعدين يروح يحل الباب الأول في نفس الكتاب في كتاب تاني، والباب الأول برضه في كتاب تالت، ونسي بقية المنهج حضرته ونايم في الباب الأول. أتقن الباب الأول، طب يا ابني طب الباقي فين؟ راح منك يا حبيبي. أنت حضرتك حل من كل الكتب اللي أنت تحلم بيها، ولكن أنا لازم أخلص كتاب. لازم يكون في ماستر بوك كده، كتاب أنا كتاب بالنسبة لي هو الكتاب الكبير يعني، الماستر اللي أنا لازم أخلصه كله. ونوع بقى. طيب وتعامل بذكاء، والله لو في قاعده معينه او في مثلا حاجه معينه مش فاهمها كويس، احل عليها من اكتر من كتاب. طيب وعايزك ما تكونش مؤمن دايما باجابات الكتب، لان الاجابات اللي بتنزل مع الكتاب دي في عمل بشري، فممكن يكون فيها خطا، واحد بينقل بدل ما يعمل بي عملها دي، فطبيعي جدا ده موضوع وارد. فحضرتك رسالتي ليك حل كتير. اقول يا جماعه تاني واكرر، المذاكره تعني الحل. المذاكره مش معناها انك تصم، ما هو ناس كتير قوي قول له يا ابني سمع لي معرفش ايه كده، تلاقيه بيرص لك القاعده ممكن يشرحها على السبوره احسن من الاستاذ اللي بيشرح له طول السنه. بس طب يا ابني تعال نحل، ما يعرفش يحل. ده ليه حضرتك؟ لان هو ما اتعودش انه يحل، ودي مصيبه سودة. الحاجه الثالثه بقى، ودي المهمه جدا، وانت بتحل السؤال حاول ما تكونش الطالب اللي بيدور على اجابه السؤال من ال4 اختيارات اللي قدامه. حاول تكون الطالب اللي بيدور يفهم انا اخترت بي، طب ليه سي غلط؟ طيب معلش وليه دي غلط؟ وده اللي بحاول اعمله في الفيديو، عشان كده احنا دايما تلاقي احنا بنحل مثلا 70 جمله ناخد فيهم ساعه الا ربع. بعض الناس متذمرين من الحوار ده ويقول لك المستر ده بيأفور يعني، لا ما هو انت طبيعي تعمل كده حبيبي، انت بتحل امتحان ثانويه عامه او بتجهز نفسك لامتحان ثانويه عامه، فلازم تكون داخل بكل العدد والعتاد، لازم تكون فاهم السؤال ده ويكون عندك الملكه انك تفهم السؤال. ملحوظه كمان، ودي اعتقد رقم 4 لاني مش شاطر في الحساب يعني، الملحوظه 4 ان مفيش سؤال بيتكرر في امتحان ثانويه عامه عشان نكون متفقين، ولكن في افكار بتتكرر. الراجل اللي بيحط الامتحان بيجيب افكار ويحطها في الامتحان، ما بيجيبش سؤال مكرر، لان لو هو عمل سؤال مكرر فالدنيا هتقوم عليه ويقول لك انت نازل ناقل من كتاب المعاصر، لا ده انت واخد من ماي فريند، طب لو انت واخد من A1، فهو بيحاول ينقب نفسه عن المصايب دي. فبيعمل ايه؟ بيجيب الفكره في كذا كتاب يعني، الفكره الموجوده في الكتب مثلا ممكن يجيبها في امتحان. وعشان حضرتك تعرف تحل اي سؤال في الامتحان اخر السنه، لازم تكون اتعرضت لاكبر قدر من الافكار والاسئله. الموضوع مش مستحيل، ولكنه صعب شويه، ويستحق ان هو يكون صعب. يا ابني انت ما انت بكره الصبح كلها 3 شهور، ويبقى انت خلاص خلصت ثانويه عامه ودخلت كليتك او الجامعه اللي انت بتحلم بيها. اتمنى ربنا يوفقك كده ان شاء الله وتوصل. بالنسبه للانجليزي، عشان نبقى كده يعني الفيديو ما يكونش طويل اكتر من اللازم، احنا فيما يتعلق بالمحتوى الخاص احنا خلصنا كتاب المعاصر ال 12 وحده، واتمنى ان انا يعني اكون ما قصرتش مع طلابي فيه. خلصناهم ال 12 وحده، وبالمناسبه هم مسجلين فيديوز، لو انت عايز تشترك معانا او تشتري المحتوى ده فهو موجود ال 12 وحده باشتراك زهيد. زهيد يعني بمعنى كلمه زهيد. الحاجه الثانيه، احنا اشتغلنا كتاب A1 تريجر الخاص بالترم الثاني، واشتغلنا كتاب A1 براكتس الخاص بالترم الاول، هما الاثنين بيكملوا بعض كده كانك خدت الكتاب A1 تريجر على بعضه. ما بنسيبش ملحوظه بفضل الله رب العالمين، بنحلل كل الملحوظات بدقه وتفاني يخرب بيت كده. وانت ممكن طبعا لو اول مره تسمعني ممكن تشوف الكلام ده موجود على اليوتيوب في كذا فيديو انا نشرته، وده طريقتي وده الديدن اللي انا ماشي عليه. احنا لازم نفهم السؤال ده بيحكي عن ايه، وليه ما خدناش بي، وليه ما خدناش سي، وامتى نعمل كذا وامتى نعمل كذا، ودي اسم ولا فعل، والفعل منها ايه، اللي انت عارفه بقى الافلام اللي بنعملها دي. طيب احنا حاليا بقى ده بمثابه اعلان عن وصول كتاب. احنا طبعا عشان برضو ما انساش اقول، احنا حاليا شغالين في كتاب ماي نيو فريند، خلصنا اول وحدتين اتنين من الكتاب ده في المحتوى الخاص اللي هو الاونلاين يعني. وطبعا لو حابب تنضم لينا الرقم وكل حاجه موجوده تحت في الديسكربشن،
ممكن تتواصل معانا على الواتساب او على التليجرام عشان نساعدك، ولو انت موروط يعني ممكن تتواصل معايا وهساعدك ان شاء الله. طيب فيما يتعلق بكتاب ماي نيو فريند، ده اول كتاب فاينل ريفيجن احنا شغالين منه حاليا، وصلنا منه زي ما قلت لك، خلصنا الوحده الاولى الحمد لله رب العالمين، واحنا حاليا شغالين في الوحده، خلصنا الاولى الثانيه يعني، وشغالين في الثالثه. احنا ماشيين وفقا لجدول، طبعا الفيديوهات بتنزل وفقا للجدول ده. الكتاب ده انا ليه اخترته هو الاول؟ الكتاب ده طبعا بيكون فيه افكار محترمه جدا، تناول الكتاب ده للفوكابلري فوق العظمه بشويه، مش المتقن، مش احسن كتاب عشان نكون واضحين يعني، مش احسن كتاب في تناول الفوكابلري عشان دي امانه في رقبتي، لكنه افضل كتاب شفته في الكتب اللي نزلت، اكتر كتاب شفته، ركز لي قوي على الجمله دي، افضل كتاب شفته، لان اكيد في كتب تانية ممتازه يعني، واحنا ما بنقطعش في الكتب، كل الكتب جامده جدا، المهم انك انت تكون فاهم بتعمل ايه. احسن كتاب شفته بتناول القواعد بصراحه لحد دلوقتي هو الكتاب ده، والكتاب ده برضو بيتناول السكيلز بشكل محترم جدا جدا جدا. الكلمات ما عجبتنيش بنسبه 100%، ولكن يعني من الكتب المحترمه اللي ما ينفعش ننكر ان هي عملت عظمه قبل كده. اول مره شفت الكتاب ده ماي نيو فريند، اول مره وقع في ايدي يعني من سنتين، انا اتهوست بيه، عشان كده هتلاقيه محلول كله على اليوتيوب ومتحلل قبل كده. طيب احنا حاليا شغالين فيه زي ما قلت لك، خلصنا وحدتين وفي الثالثه، لو حابب تنضم لينا فاهلا وسهلا بك، هنخلص الكتاب كله ان شاء الله. الاهم بقى من ده كله الكتاب الجامد جدا ده، كتاب المعاصر، وانت عارف ان المعاصر هو الكتاب الخلبوص اللي بيكون عنده مواصفات جامده جدا يعني، وكلنا معتقدين بذلك ومن ينكر ذلك فهو بيستهبل. الفيديو ده ان شاء الله بمثابه اعلان عن بدايه حل كتاب المعاصر. طيب هلاقي ناس تحت كاتبه لي في الوصف يا مستر، او في الرسائل يعني او الكومنتس يعني، ما تحل معانا كتاب المعاصر على اليوتيوب. يا عم انا اقسم لك بالله انا ما عنديش مشاكل احل الكتاب ده كله فروم كفر تو كفر على اليوتيوب، ولكن انا هنزل 3 فيديوهات من كتاب المعاصر. حلو الكلام، ان شاء الله اولهم ميبي النهارده او بكره يعني، هنزل 3 فيديوهات من كتاب المعاصر. انا لو لقيت المشاهدات يا جماعه بتاعت الفيديوهات دي محترمه، مثلا يعني خلال يومين مثلا الاقي الفيديو اتشاهد 2000 3، انا ما عنديش مشكله احل الكتاب كله ومن غير اي فلوس على اليوتيوب مفتوح. لكن الناس برضو اللي زعلانه ان انا ليه بحل الكتب في الخاص بس او في المحتوى الخاص بس، انا حضرتك بحل في المحتوى الخاص لان انا بتعب في الكتاب. لو عايز تشوف انا بتعب قد ايه، انت ممكن تفتح اي فيديو راندوملي يعني كده من على القناه بشكل عشوائي وشوف المجهود اللي انا ببذله في الفيديو، وانت تعرف لان بكون راجع متاخر وبعدين بقفل على نفسي واعتزل البشر كلهم وابدا اسجل الفيديو، وممكن اكون راجع طبعا في مود زي الزفت، فبحاول يعني اخرج من المود الاول عشان ما اديش لحضرتك طاقه سلبيه، كل ده طبعا على حساب صحتي، فطبعا اكيد يعني في كل شيء ليه يعني قيمه. فبناء على ذلك انا اعلنها صريحه صارخه كمان، هحل 3 فيديوهات من كتاب المعاصر وهنزلهم على اليوتيوب، ولو الفيديوهات دي انتشرت او اشتغلت يعني، وحضرتك اصل المشكله ان احنا فينا كمصريين يعني ما بنحترمش الحاجه اللي ببلاش شويه يعني، انا لما جيت احل من كتاب وانزله على اليوتيوب هتلاقي مثلا واحد بيسمع الفيديو وسلام عليكم وروح، لا اشترك مثلا في القناه، ما عملش لايك للفيديو، ما حاولش يعرف حد على الفيديو، فحضرتك كده سلبي سلبي في الرياكشنز بتاعتك، فانا برضو حضرتك يعني مش هينفع، برضو احنا بني ادمين والانسان يحب دائما ان يقدر يعني. فاكررها للمره الثالثه، لو انا هحل 3 فيديوهات ان شاء الله، 3 من الكتاب ده ميبي يعني يكون الواحد الاولى والثانيه مع بعض، هقول لك انا تقسيم الكتاب ده ازاي دلوقتي، الكتاب ده تقسيمه ازاي هقول لك. فهنزلهم والله لو اتسمعوا ولقيت في اقبال على اليوتيوب الناس تسمع، اذا هكمل في الكتاب. وعايز اقول لك وطبعا ده يعني على سبيل الوعد ان شاء الله، ان انت هتسمع في الفيديوهات اللي انا بعملها اللي مش هتسمعه في مكان تاني ابدا، هعمل لك في كل سؤال اللي انت عمرك ما هتشوفه في مكان تاني ابدا. يخرب بيت الغرور، لا ده مش غرور والله العظيم، ده يعني ان شاء الله بشهادتك انت لما تسمع فيديو، ولو ممكن تشوف فيديو تاني يعني، هبسط لك الامور وهشرح لك الموضوع ده وهدي لك جرعه محترمه من المنهج في وقت وجيز على حسب المشاهده اللي انت هتشاهدها. طيب بعد ال3 فيديوهات يا سيدي لو ما حصلش ولقيت الناس مثلا مهتمه وبتسمع، فهضطر احول الكتاب لمحتوى خاص. طبعا انتوا عارفين ان كميه الرسائل اللي بتوصلني انا كمدرس يعني عشان احل الكتب الخاصه رسائل كتير، فطبعا انا مش هسيب الشغل اللي بفلوس يعني عشان اشتغل واعمل كتاب كامل ببلاش وانشره على اليوتيوب والاقي مثلا الكتاب ما تعداش مشاهداته حاجه، فده استهبال. فاقول تاني بقى من الاول سريعا، احنا شغالين في الكتاب ده وهو شغالين في محتوى خاص حاليا، لو حابب تنضم لينا واشتراكه زهيد، وانا واثق تماما انه ماهوش ثمن حصه في سنتر ولا هو ثمن اي حاجه خالص في اي حاجه. الحاجة التانية الكتاب ده هينزل منه 3 فيديوهات مجانية، لو لقيت فيه إقبال على الفيديو فأنا على الفيديوهات دي فأنا هكمل الكتاب كله على اليوتيوب ويبقى إحنا كده مع بعض. طيب
لو ما حصلش يعني هعمل المحتوى طبعا خاص، فانت ممكن لو بعد ال3 فيديوهات دي لو ما لقيتش اقبال فانا هاعلن برضو في فيديو ان انا هبدا احله محتوى خاص، واهلا بيك تشرفنا ان شاء الله. وثق تماما ان احنا لن نقصر في احد، وان احنا ما بنشتغلش يعني ما بنتلصقش، احنا بنشتغل شغل محترم. واسال الناس اللي كانوا قبل كده في الدفعات السابقه هتعرف بفضل الله رب العالمين. يعني انت يمكن اكيد تعرفه ومعظمكم يعرف دكتور نبيل، اللي هو الراجل اللي ما شاء الله ربنا وفقه، كان سكور عالي جدا على مستوى الجمهوريه، كان عامل فيديو، فانا بشكره طبعا بالمناسبه دي. وبقول لكم كلكم ممكن تبقوا دكتور نبيل ده، وتكونوا كلكم ناس محترمه جدا، وتدخلوا كليات جامده جدا، وتبقوا ناس في قمه القمه. بس ذاكر. طيب الكتاب ده مقسم ازاي حضرتك؟ الكتاب ده مقسم، اولا الراجل جايب لك ريفيجن على كل وحدتين مع بعض. اول حاجه كده جايب الكلمات بتاعت الوحده الاولى والثانيه، مش عارف هي ظاهره ولا ايه، بس انا هقول لك انا اعتبر انك شايف. يعني جايب 50 سؤال على كلمات الوحده الاولى الكلمات الاساسيه، و50 سؤال برضو على كلمات الوحده الثانيه الكلمات الاساسيه، وبعدين جايب بقى الكولوكيشنز، وجايب السينونيمز والانتونيمز والحاجات دي كلها، جايب كميه حاجات محترمه جدا. بعد الكلمات جايب القواعد، ده بالنسبه لكل وحدتين مع بعض، يعني كلمات الوحده الاولى، وبعدين اسئله، وبعدين الكولوكيشنز والحاجات اللي انت عارفها البهارات دي وعليها اسئله، وبعدين الكلمات الواحدة التانية وكذلك، وبعدين القواعد بتاعت الأولى، وبعدين القواعد التانية، وفي الآخر ضارب امتحان محترم على الوحدتين مع بعض. طيب ده بالنسبة للوحدات، كل وحدتين بنفس المستوى. بعد كده جايب الإكسلنس فايل، اللي هو الديفينيشنز والإكسبريشنز والإيديامز، الحاجات اللي كانت في المنهج. الكتاب ده بحترمه في الحتة دي، ما بيعديش ديفينيشن غير لما يجيبه. فتخيل أنت إنك تشرب الديفينيشنز في السريع، حاجة محترمة. طيب بعد كده جريت اكسبكتيشنز، اللي القصه اللي بقت مقرره علينا واللي معظمنا شايفها ان هي وباء وانا شايفها نعمه. 4 درجات مضمونين انك تحصل عليهم، اسئله كلها هايفه وتعبانه، بس محتاجه انك تبقى فاهم الاحداث، هتلاقي الدنيا جميله معاك. بعد كده ترانسليشن برضو مظبطها تظبيطه محترمه، كميه اسئله ترجمه يخرب بيت الابداع اللي هم عاملينه في الكتاب المعاصر. بعد كده الريدنج والرايتنج سكيلز، شارح الرايتنج ومديك عليه تمارين. انا شخصيا مع طلابي لن اكتفي بكتاب واحد في موضوع الرايتنج، وكالعاده واسالوا الدفعات السابقه، هحل معاكم ان شاء الله المعاصر. وحتى لو انت مش مشترك معايا في محتوى ماي فريند، هتلاقيني جايب لك ملفات ماي فريند، مصور اللي في الكتاب، الجزئيه اللي في الاسئله اللي في الكتاب، وحللها معاك. وهتلاقيني برضو بحل معاك الكتب التانية، ومن السنه اللي فاتت طبعا حل ملفات كتير برضو هديها لك مع المحتوى اللي تشترك فيه. وفي الاخر اخر الجزء اللي هو الجزء السادس، اللي هو سيمبل تيست، مديني 5 امتحانات بس، وده عدد قليل. وده ليه؟ لان في كتاب تاني اللي هو ذا اكزام، كتاب بوكلت كده بينزلوه بيكون فيه امتحانات، امتحانات فقط لا غير، امتحانات شامله. السنه اللي فاتت حليناه كله بفضل الله مع الطلبه، ونشرنا معظمه على اليوتيوب. طيب اخر حاجه كده عايز اقول لك عليها، واكرر اللي انا قلته كده، يعني اعمل باكينج قبل اللي انا قلته. كتاب المعاصر الترم الاول والثاني ال 12 وحده موجودين بالشرح والتحليل والبهدله كلها، موجودين باشتراك بسيط جدا جدا جدا. كتاب A1 تريجر الخاص بالترم الثاني موجود، وكتاب A1 براكتس الخاص بالترم الاول موجود، يعني كتاب A1 تريجر الترمين كده مع حضرتك موجود. كتاب ماي نيو فريند فاينل ريفيجن موجود. كتاب المعاصر كمان موجود، يبقى انت عندك 4 حاجات احنا شغالين عليهم. مفيش من دول حاجه خاص الى الان الا كتاب المعاصر الترمين، ده محتوى خاص طبعا، لو حضرتك عايز تنضم لينا فممكن تدفع اشتراك وتشترك فيه. طيب احنا بنشتغل على منصه ايه الى الان؟ هو في اكتر من منصه بصراحه تواصلوا معايا، اخرهم واحده النهارده يعني، بس دي غالبا يعني ان شاء الله هنشتغل معاها. بس عموما بعيدا عن موضوع المنصات، انا بحب اشتغل على اليوتيوب كده فريلي كده. ليه؟ علشان الفيديو حضرتك انا برفعه على اليوتيوب، وسيادتك بتستلم اللينك، بيفضل اللينك شغال معاك طول السنه، تسمع الفيديو بالليل، تسمع الفيديو بالنهار، مضغوط النهارده فهتسمع بكره، تفتح الفيديو من تليفون باباك، من تليفون مامتك، من التابلت بتاع الوزاره لو انت ضاربه يعني في الخباسه، من اللابتوب، من التابلت، انت عيش يا فندم. الفيديو ده معاك اللينك، افتح من اي مكان حابب تفتح، تنزل الفيديو على تليفونك، انت حر. دي ميزه اليوتيوب، بترفع الصوت وانت حر، ده ميزه اليوتيوب. انا عشان كده بفضل اليوتيوب اكتر من المنصات، لان المنصه بيكون وقت محدد تسمع في الفيديو، ولو ما سمعتش الفيديو اكيد هيضيع عليك. الفيديو ما طبعا ما بتعرفش تتحكم فيه، ما ينفعش تنزله على تليفونك، ما ينفعش تسمع من اكتر من تليفون، انتوا اكيد عارفين الاجواء دي، ولذا انا بفضل اليوتيوب اكتر. طيب انت لو اشتركت معانا انت بتوصل الفيديوهات ازاي؟ حضرتك بتتواصل معايا، بديك التفاصيل، وبعدين بعد كده ببعت لك اللينكات، بتلاقيني بعت لك كده لينكات ورا بعضها، بلاي ليست الوحده الاولى تضغط عليها يفتح لك فيديوهات الوحده الاولى. في كل وحده من فيديوهات الشرح هتلاقي فيديو تحليل الكلمات والملاحظات اللي فيها، وبعدين بتلاقي فيديو حل الكلمات، وبعدين فيديوهات شرح القاعده، هكذا يعني. القواعد اللي كل واحده كان فيها امتحان، كنا بنقرا الامتحان برضو بتؤدة وصبر يعني يهبل،
لدرجه ان انت هتضطر انك انت تسرع الفيديو، بس مش هتقدر يا برنس لان اصلا كده كده بتكلم بسرعه مجنون طبيعي، فمش هتعرف تسرع الصوت، فهتسمع بالراحه غصب عنك. طيب انا كده خلصت الجزئيه اللي عايز اقولها. بالنسبه لحبيبنا الحلوين اللي طول السنه في ميه البطيخ، اللي ما ذاكرش ولا كلمه في الانجليزي، هو انا يا مستر اقدر؟ والله العظيم دي اخر رساله وصلتني النهارده قبل ما ادخل معاكم في الفيديو ده. هو انا يا مستر هقدر لو بدات اذاكر النهارده الم المنهج؟ يا ابني واقسم بالله، والله والله لو ما فتحت كتاب اي ماده حتى الى الان وبدات ونويت نيه خير كده تبقى بني ادم وقلت كده يا رب فخد بايدي عشان عايز ابقى بني ادم واتوب، ربنا هيساعدك وربنا سبحانه هيسر لك الامور وهتوصل. طيب فلو انت محتاس يعني انت ممكن تشترك في الكتاب المعاصر، هيساعدك جدا جدا جدا. طيب سؤال برضو مستفز اتسالته امبارح، هو انا ممكن ما اخدش كتب او ما ذاكرش كتب الشرح وادخل على طول على كتب الفاينل ريفيجن؟ هقول لك لا يا بيبي، لازم تذاكر يا حبيبي كتب الشرح، عشان كتاب الشرح بيكون جايب كل التفاصيل والدقات. كتاب المراجعه النهائيه في الغالب بيكون التصورات اللي الراجل شايف ان دي حاجات تنفع تيجي في الامتحان، الحاجات اللي هو شايفها ما ينفعش تيجي في الامتحان ما جابهاش، والحاجات طبعا انت عارف ثانوية عامة ما فيهاش حاجه ينفع وحاجه ما تجيش. هتلاحظ وانا بحل في الاسئله ان انا في حاجات كده تافهه من بتاعه رابعه ابتدائي بشرحها، يعني بشرحها بالتفصيل. ليه؟ مع ان ده امتحان ثانويه عامه، لان حضرتك ده امتحان ثانويه عامه انت مطالب بكل ما هو اسمه انجلش من يوم ما ربنا خلقك لحد النهارده انت مطالب بيه. طولت عليكم، اول فيديو في المعاصر ان شاء الله هسجله النهارده، ممكن ينزل النهارده وممكن ينزل بكره، بس عشان ما نرجعش نسال كتير نفس السؤال، هو يا مستر هتكمل المعاصر معانا فري على اليوتيوب؟ والله 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 انا حلفت اهو ان انا فعلا ناوي احل الكتاب معاكم على اليوتيوب الى الان، ونفسي تبقى هديه ليكم كده في رمضان، وعشان تدعوا لي دعوه كويسه. وانت لو شايف يعني وانت لو عايز تعرف الناس كانت مبسوطه قد ايه من السنه من الشغل السنه اللي فاتت، ادخل على الكومنتس اللي فاتت كده شوف زمايلك كاتبين ايه. فحضرتك حابب ان احنا نكمل مع بعض المعاصر؟ انا اعلنها ان انا مستعد تماما اكمل المعاصر، ولكن ادخل اسمع الفيديو، اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه انت ما انتش خسران حاجه يعني، وبعدين اكتب كومنت تحت، اكتب سبحان الله وبحمده انت ما انتش خسران، اكتب اي حاجه بحيث ان احنا الفيديو ينتشر فنلاقي الدنيا كويسه. خد الفيديو ده اعمله ستوري عندك على الواتساب، اعمله على اي حاجه، ابعته لزمايلك على التليجرام، انت مش هتخسر، انت هتضيع من وقتك 3 دقايق، حضرتك انا ضيعت لك من وقتي ساعه عشان اعمل لك الفيديو اللي حضرتك شايفه ده. فأتمنى إن احنا نساعد بعض ونتناول الموضوع كده وناخد الموضوع بجدية، وانتظروا مني أول فيديو، وأنت من أول فيديو هتعرف إن أنا فعلا عشانك بضحي. أتمنى لكم التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى إن هو ييسر لكم الأمور وإنك تحقق أحلامك إن شاء الله رب العالمين. وعايزك تاخد بالك من أدمن طرق الباب ولد، يعني ذاكر وذاكر وذاكر تاني وذاكر تالت، وكل ما تحبط ذاكر تاني، وكل ما تلاقي نفسك بتحل غلط حل تاني عشان توصل إن شاء الله. واستنوني إن شاء الله رب العالمين في أول فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.